الهامجية التي يلعب بها لاعب نادي ريال مدريد هي همجية وراثية ليست حديثة العهد. هذا الفيديو الذي كما سنرى حيث نجد أن اللاعب خوانيتو هذا اللاعب الذي سيقوم بحركة لا رياضية وأمام أعين الحكم دون أن يطاله أي عقاب سيتطأ قدمه رجل ظهر اللاعب ثم سيدوس عليه برجله في وجهه وأمام أعين الحكم دون أن يطاله العقاب بل حتى البطاقة الصفراء التي نراها في يد الحكم بل وجهت اللاعب الذي ارتكب الخطأ أولا. أما الهمجي خونيتو فإنه لم يتلقى أي بطاقة. وانظروا سانشيز هذا الذي سيصبح عميدا لفريق ريال مدريد فيما بعد بدوره سيقوم بفعل إجرامي حيث سيدوس رجل اللاعب وأمام أعين الحكم وأمام أعين العالم دون أن يطالهم العقاب. هذا هو فريق ريال مدريد، فريق الهمجية، فريق فرانكو، فريق الدكتاتور.